90 دقيقة تفصل نادي اتحاد العاصمة عن النهائي الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا بعد النهائي الأول في نسخة 2015 أمام توبيسو مازامبيا الكونغولي. ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء سيكون على موعد مع نصف نهائي ناري بين الوداد المغربي واتحاد العاصمة في موقعة ستشد أنظار محبي ومتتابعي اللعبة. اتحاد العاصمة سيدخل المباراة وعينه على مباغتة الفريق المغربي أو على الأقل المحافظة على نظافة شباكه والذهاب لضربات الترجيح أين تكون نسبة التأهل متساوية بين الفريقين. On est يعني prêt à 100% لهذا الماتش. On a des joueurs expérimentés. Je pense qu'on sera à la hauteur le jour du match, inshallah. Bien sûr, dans ces cas-là, on n'a rien à faire dans le football. Si on ne pense pas qu'on peut gagner, cette Ligue des Champions. Moi, je pense en tout cas qu'on peut gagner cette Ligue des Champions. Après, bien sûr, je crois en nos chances. أشبال المدرب بول بيوت ورغم بعدهم عن المنافسة المحلية منذ حوالي أسبوعين إلا أنهم أكدوا أنها لن تكون عائقا أمامهم للعودة ببطاقة التأهل لنهائي أعرق المنافسات الإفريقية. كل ماتش أميكو هذا راح نكفيو يعني نكفيو باش نحضروا المقابلة. نظن يعني المقابلة هي سيسيون فينال. احنا ما راحينش نلقاو دي زيكسكيوز. نوينا هذا ماتش فيها الضغط فيه كاع صوالح. احنا رانا واجدين نقدر نقول لك باللي مع الخطه تاع المدرب ان شاء الله نكونوا واجدين ان شاء الله. اذا ساعه الحسم دقت والاتحاد على بعد 90 دقيقه عن المشهد الختامي من منافسه الشامبيونز ليج، فهل سيفعلها ابناء سوستارا ويعودون بورقه التاهل؟